الرحمن الرحيم. تمركز أبطال لواء محمد بن عبد الله من أجل ضرب أحد الآليات في بصر الحرير. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. تمركز أبطال لواء محمد بن عبد الله من أجل ضرب أحد عربات الطاغية بشار. الله أكبر. شو حكيم؟ الله أكبر والعزة لله. أبطال الجيش الحر في وسط الحرير. يا علي كل 10 دقائق ناطر الإغراض حتى يفوت معه في الشارع. الله أكبر والعزة لله.